مدرسة موحى وحمو بأجدير بإقليم خنيفرة تمثل نموذجاً للجيل الجديد للمدارس الجماعتية التي أصبحت مؤهلة لمواجهة موجة البرد بفضل تزويدها بنظام للتدفئة المركزية، خلفت رحيباً كبيراً لدى التلاميذ والأطر التربوية. في إطار الاستعدادات لمواجهة موجة البرد لإقليم خنيفرة، عملت المديرية الإقليمية بخنيفرة على مجموعة ديال الإجراءات المتعلقة يعني بهذه العملية، وخاصة ما يتعلق بتوزيع حطب التدفئة، حيث تم توزيع 582 طن يعني على مجموع المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم، وأيضا تم أيضا إلى جانب الحطب ديال التدفئة استعمال هذا الحطب بالحجرات الدراسية وأيضا بالأقسام الداخلية بهذه المؤسسات. بالنسبة للمدرسة الجماعية موحى وحمو أجير كما شفتوا هي من الجيل الجديد ديال المدارس الجماعية اللي متوفر فيها واحد مجموعة ديال الظروف اللي تجي في إطار محاربة الهدر المدرسي بما فيها الإيواء الإطعام والتدفئة اللي هي تعتمد على التدفئة المركزية. وهكذا تم الاستغناء نهائيا على التدفئة باستعمال الحطب مع ما يعرفه من مشاكل أبرزها الحروق والأدخنة والقضاء على الغطاء الغابوي، وبالخصوص عدم كفاية توزيع هذا النوع من التدفئة بشكل جيد في مختلف مرافق المؤسسة.